اليوم عندي لكم فيديو جديد تيتكلم على اون فاسون مزال الناس اللي ما عندهمش الشهية بغيو يكون شي حاجة خفيفة في الليل اللي تقدر غير تكون تهضم ليهم وتكون مزيانة، يعني فيها كاع لي بارتي اللي خاصها، يعني فيها الكارب فيها البروتين وفيها لي فات او الدهون اللي هي صحية اللي مزيانة للكور. دونك كيما تشوفو هنا نقدرو نقادو ابارتيغ دان شيكر غادي نقادو واحد العصير واحد الروبا اللي هو فيه بلوس كو 1000 كالوري. 1000 كالوري جينا صعيبه حنا باش نكملوها، يعني لا بلو بار ديال لي بودي كيما تنعرفو يعني تيبغيو يدخلوا واحد الكالوري انتيك ولا واحد الكالوري في النهار ما بين 3000 مينيموم حتى ل 5000 كيلو كالوري سا ديبو على لي يعني على لو بوا ديال لا بيرسون ولا الوزن ديالها. اذا كما تعرفوا هنايا غادي نخدم واحد لو تريك اللي هو تري تري انتريسون، وواحد لو تريك اللي هو قضيه اللي هي شويه ذكيه. يعني كما تشوفوا هنا لي فروي سيكلا عندي البنان كيدير بنان ديال كاربس كيدير فخيز يدي دونك بلان دو فيتامين بار دو بارمي اوكي فيتامين سي بنان سي بوتاسيوم اون برينسيپ، يعني هو الفيتامين اللي هو زعما لو سيل مينيرال اللي كثير. اي بيان سور لافوكا دهون صحيه ومزيانه لينا. اذا باش حنا فين تنكملوا فاش نديروا الكاربس والفات و لو بروتين غادي نشوفوا مع نيدون غنهضر عليه دابا. هنا يعني كنكملوا هذاك الشيء غادي خصنا في النهار، يعني حتى لافوكا. علاش لافوكا معروفه بور لي زورمون، لا كرياسيون دي زورمون. هذه لافوكا هي كي سي ترانسفورم اون كوليسترول اللي تيكون مزيان pour la création des hormones parmi les hormones les كلشي تيحماق عليه وكلشي بغاه في الحديد وفي الميسكيلاسيون اللي هو التستوستيرون. دابا نجي ندوي على نيدو. لما كتشوف هو عندي نيدو وعندي حتى الواي بروتين، لا هو جوج ستاندار كاينين لي دو. مي انا اليوم درت ان شوا، هذا علاش شريت هذا اليوم، درت ان شوا هو انه غنبدا نكونسومي بلوس نيدو كو الواي. نورمالمون الواي غتكونسومي 4 كيلوغرام في النهار، السيون ديال 4 كيلوغرام في النهار شنو هما؟ غنكونسومي نورمالمون بلا ورك اوت بفضل البي سي ا اللي فيه، بلا ما ناخذ البي سي ا ونبغي نضيعو الفلوس بزاف، اللي هو راه ديجا في البي سي ا فيه ال ارجينين فيه ال لوسين فيه كاع هادوك لي بارتي اللي غادي نحتاجهم بوندون لونترينمون اللي تعاونونا على ريكوفري، يعني على باش ما يجيوناش الكوباتور من بعد ولا نبرمو لي كوباتور دغيا. يعني هالوي هاو نورمال خاص تضربو بري ورك اوت، يعني قبل لونترينمون بوست ورك اوت ابخي لونترينمون في الصباح بكري ملي تفيق، باسكو كتكون في واحد ليطا كتشوف تدوز من واحد ليطا بالليل هي ايطا انابوليك لواحد ليطا كاتابوليك في النهار في الصباح. يعني الصباح خاصك تريكوبيري ديك الساعة. شنو هي ليطا كاتابوليك؟ يعني بوندون لو سو بوندون الليلة كاملة باش كنتي ناعس، لو كوغ سالا 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 لي كاربس سالا سالا لي فات، يعني كونسوم هداك الشيء كامل تيدوز لي بروتين، تيدوز لي بروتين اللي عندك ديجا في لو كوغ تيكونسومو، وفاش تيتسالا تيدوز لي بروتين اللي كاينين في لي ميسكل وتيبدا تيكونسوم لي ميسكل. داكشي علاش بنادم اللي ما الصباح خاص تفطر خاص تضرب لو بروتين اللي هما دغيا تيدخلو. شنو هما البروتين اللي دغيا؟ نعطيك انا لوغدر، كاين الواي لو دوزيام لي دغيا كيدوز، ولكن ماشي هذا، يعني كاين واحد لي دغيا كيدوز واحد لي موين مون دغيا تي 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 تكونسومو بار لو كور، وكاين واحد لي هو تقيل. يعني كاين لو بخومي هو الواي، لو دوزيام دغيا تيدوز هو البيض. داكشي اش يقولك الصباح يعني فطر بالبيض، مي واخا تاكل البيض راه موين مون، يعني من هنا واحد الساعة ولا ساعتين عاد باش غيدير لفة ديالو، عاد باش غيتكونسومو بار لو كور. باغ كونتخ الواي تقريبا سوغ لو شون même pour 30 minutes il est déjà aspiré par le corps, il est consommé, il est arrivé au muscle. Donc c'est la chose qui est l'huile. أخيب حاجة تفطر بها باش تكونوا فاهمين وديروا هذه فراسكم هي الحليب. علاش الحليب كيدير حليب ديال الكازيين، دار كازيين تقيل، حليب خاص ضربه في الليل ماشي الحليب بالضبط، ضرب على بغيتي تستفد مزيان ضرب يعني لي فخوماج تو سكي فخوماج، يعني معروفه عندنا في الخارج معروفين، يعني في امريكا سورتو الناس ديال بودو بيلدينغ تيضربوا الكوتيج تشيز. كوتيج تشيز هو الجبن ديالنا، نقدروا نقولوا الجبن ديال الجبانه، هو داك الجبن، هذاك الجبن مزيان بالليل. دونك فيه الكازيين، في هذا الكازيين هو الصغر ديالو انه ثقيل، يعني تدخلوا لوكو تيبقى تيكونسوميه بمدة 7 سوايع، يعني ديك الناس ديال كامل لوكو خدام تيكونسومي هذاك الشيء، ما كاينش مشكل. وهذا هو لافونتاج ديال الحليب. باغ كونطخ انا اليوم انا جبت لكم واحد لو تخيك اللي هو مهم واللي هو نيدو.
قلت لك الوي 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 ما نقولش ما نضربوش نضربو الصراحه نضربو بري ورك اوت زعما بوست ورك اوت مورا لونترينمون ياك وفي الصباح يعني هذه ما حيداش هيك الطبيب انا بغيت لا بغيتي زعما انت خاص تخدم دابا هذا هو الكور ديالك خاص تبقى تصنت ليه وتتفاهم انت وياه وغادي معاه خاص الشعب خاص تعطيها ليه يعني هذه هي فاش غنخدم الوي النهار وقت النهار عاوتاني وفي سورتو هاد الوقيته اللي مورا اللي ابخي لونترينمون بواحد الساعه ولا هذا نعطيكم هاد الروبا اللي مزيان يعني في هاد الوقيته ديال الناس بالنسبه للناس اللي تيديرهم في العشيه ما يبان ربعه العشيه والخمسه العشيه حتى السته السبعه كاع يعني خصهم يدخلوا دو روبو يكونوا في الغالب يلاه دخلوا واحد 2000 كالوري تبقى لهم واحد 2000 كالوري اخرى هي اللي غادي ندخلوها بهذه الطريقه شفتوا جبت هذا الهضره على هذا الشكل هذا الشكل الى بازي الى تخي سامبل بازي على تشوفوا البنان بنان كاربس كما قلت الفخز تاع هما الكاربس هما خفاف بزاف خفاف بزاف و و و و و و و و و لافوكال هي مزيانه فيها الفات ومزيانه دونك الفات كما قلنا مزيانه بور كرياسيون ديال لي زومون اللي مهمين في كرياسيون ميسكيلا نجيو للبروتين ديالنا هو نيدو نيدو دابا ندوي على نيدو نيدو انا براسي اكتشفت نيدو نيدو سيري فيه جوج الحوايج فيه 20% ديال الواي 80% ديال الكازييري محيد منه اللاكتوز باسكو الى يعني مجفف تتحيد منه اللاكتوز تي باغ كونت تيبقى فيه هنا غندوي لك واحد القضيه ما نخليوها يعني دابا قلنا محيد منه اللاكتوز شنو هو اللاكتوز اللاكتوز هو تيقول لك اختي انا الحليب تيضرني في المعده افيك نيدو سي فيني ما بقاتش هذيك الهضره نيدو ما فيهش اللاكتوز ما يضركش في المعده فاهمين دونك فاش في الوي 20% الوي و 20% الوي و 80% الكازين يعني عندك الوي ديجا اللي غيتكونسوم سيغ بلاص يعني ديك لابار ديالك غاتاخدها اكونديسيون ماشي هادش تري انت نيدو تبدا كتلف هذا وبغيت تضرب ميدو راه هذا غندير فيه 100 غرام ديال نيدو 100 غرام ديال نيدو هادي راه مساوية ولا بغيت دوز ديك صافي مكاينش المشكل 100 غرام ديال نيدو فيها 20% ديال الوي وفيها دونك 80% ديال الكازيين مزيانه لينا خدامه لينا يعني او غير مو هنا كناخد انا هذاك وي غير تكونتو مادري وداك الكازيين اللي غيضرب ليا من دابا حتى نفيق ان شاء الله غدا الصباح يعني شنو هما غتقول لي شنو نيدو واش خايب واش ما خايبش الصحه كثرات الهضره على الحليب بزاف تيقول لك راه خايب هذا من هنا من هنا بوغ نيدو نقول لك خايب الصحه ان تروك اللي هو خاصك تدخلو الراس فيه دو كوليسترول اوكسيدي شنو هو كوليسترول اوكسيدي كوليسترول المؤكسد العربيه يعني شنو هو دو كوليسترول المؤكسد خايب للصحه لحقاش غادي اتاكي غادي يضرب لنا السيستيم فاسكولار ديالنا يضرب لنا هذا ما مزيانش الحل كاين واش كاين الحل كاين الحل شنو هو لي زونتي اوكسيدون لي زونتي اوكسيدون معروفين وهذا كلشي خاصو يكون تاخذهم بارمي يعني الخضره والخضره والفواكه هذا يعني باش نجيو ندويو على هذا الشيء لا تضر مثلا هاد 100 غرام ديال نيدو فيه دي زوكسيدون فيه دي كوليسترول اوكسيدي باش غادي حنا غادي نقاومو وبهاد البنانه اللي تتشوف هاد جوج بنانات كافيين هاد الفريز كافي فيه لي زونتي اوكسيدون راه يحيدو ماشي وما غنخفو من حتى شي حاجه خايبه هو الضربه بوحدو باسكو انت كتخلطو مع هادشي يعني كلشي هادشي ما فيه الافاده ومزيان للصحه بان سولتو شحال الكالوري انتيك تقريبا في هادشي يعني شحال غادي يكون في هاد الكالوري تقريبا كاين واحد 100 كالوري يعني مزيانه ونقدر دابا ناكلو هادي شحال دابا 8 د العشيه نقدر 8 د الليل نقدر ناكلو ودغيا غادي تهضم نجلس يلاه عند الساعه ولا ساعه ونجي ديك الساعه نضرب ديك الساعه ولا داند ولا الكفته ونكمل الكالوري انتيك ديالي المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي لا عجبكم ديروا لايك وسبسكرايب ولا كان كلشي سؤال ولا شي حاجه مازال بغيتو تجاوب الجديد قولوا عليا في لي كومونتير عندي بزاف ما نعطيكم بزاف ما نقول لكم بغيت بارطاجي معكم هاد لي زانفورماسيون نتمنى يكون هادشي عجبكم يلاه باي